15 نصيحة لطالب إعدادي هندسة إعداد إبراهيم عبد الحميد. أول نصيحة، انسى الثانوية العامة وانسى الجملة الشهيرة بتاعت ذاكر يا ابني عشان ترتاح لما تدخل هندسة. انت لما دخلت هندسة ابتديت المشوار، مش المشوار خلص. تاني نصيحة، افهم قبل ما تحفظ. خلال دراستك للكلية هتقابل مواد كتير هتحتاج فيها انك تحفظ، بس المهم انك تفهم قبل ما تحفظ، علشان اللي انت بتحفظه بتنساه، انما انت بتفهمه ما بتنساهوش، ويوم ما بتنساه لما بتحتاج ترجع له بتعرف ترجع له وبتعرف تلاقيه. فافهم كل حاجة في الكلية قبل ما تحفظها قدر المستطاع. تالت نصيحة، طبيعي تفضل مدة مش فاهم منين يودي على فين، بس اوعى تحبط بدري كده. دي مدة طبيعية، ممكن اول شهرين تلاتة في الكلية تكون مش فاهم الدنيا فيها ايه اصلا، وبعدين تبتدي الامتحانات وتبتدي تفوق وتبتدي تذاكر وتبتدي تحصل. بعد كده اربعة، حل كل يوم مسائل بالورقة والقلم، حدد حد ادنى، ذاكر كل يوم مادة او اتنين، ساعة او اتنين. اهم حاجة في الكلية المذاكرة بالورقة والقلم، لان المذاكرة الشفهية مش حاجة، ولازم انت تحدد حد ادنى لمذاكرتك اليومية او الاسبوعية، يعني مثلا خمس مسائل كل يوم او ست مسائل لمادتين او ثلاثة، يعني المسألة يعني المادتين كل مادة ثلاث مسائل في اليوم، يبقى انت بتتكلم في ست مسائل في اليوم، ده حد ادنى، وتذاكر مادة او اتنين في اليوم، ويوم الاجازة الاسبوعية بتاعك تحصل فيه اللي انت ذاكرته طول الاسبوع، بحيث يبقى المذاكرة منظمة. طبعا ممكن تقول لي ان انا مش هقدر كده خلاص برضو، او مش هقدر يعني اجاري الدكتور في المذاكره، الدكتور هيبقى سابقني، مفيش مشكله، بس اهم حاجه انك تكون بتتحرك، لان التاجيل هيعمل تراكم عليك، وفي الاخر هتلاقي نفسك عندك امتحان وما انتش قادر تجيب من اول المنهج ولا من اخره. المذاكره الشفهيه ملهاش لازمه، دي هندسه مش اداب. انت بتذاكر بالورقة والقلم، بتذاكر بحلك المسائل، كل مسألة بتذاكرها لازم تحلها، لازم بعد ما فهمت طريقة الحل تبتدي انت تحلها من دماغك بورقك وقلمتك من غير ما تبص لأي حاجة، وفي الآخر تشيك على الناتج، كده يبقى انت استفدت. إنما لو ذاكرت المسألة بعينيك وقفلت الكتاب يومين بالظبط هتلاقي نفسك مش فاكر حاجة. ستة، دور على امتحانات الميد ترم بعد أول تلات محاضرات، وامتحانات الفاينل بعد ما تخلص الميد ترم. بعد تلات اربع محاضرات من الترم هتلاقي امتحان الميد ترم ميعاده اتحدد، فلازم يكون عندك مجموعة امتحانات ميد ترم بتاع السنين اللي فاتت، على الاقل تلات سنين اللي فاتوا تبص فيهم، وتعرف امتحان ميد ترم بيجي ازاي، وتعرف الدكتور بيفكر في الامتحان ازاي. وكذلك بعد ما تخلص امتحان ميد ترم ده تبتدي تدور على امتحانات الفاينل بتاع السنة اللي فاتت وتبتدي تبص فيها عشان تعرف ايه المسائل المهمة وايه المسائل اللي مش مهمة، وتبتدي تركز على المهم اكتر من المش مهم. المذاكرة من الورق بتاع الكورسات مش عيب، بس حضور المحاضرات والسكاشن مش جريمة. يعني انك تذاكر من الورق والمذكرات بتاعت الكورس حاجة عادية جدا وكل طلبة بتعملها، بس قصاد كده حضور المحاضرات والسكاشن مهم، لان اللي بيتقال في المحاضرة والسكشن مش دايما بيبقى مكتوب في الورق. ورق الكورسات مليان غلطات، ذاكر منه بس ما تعتمدش عليه لوحده، يعني لازم ان انت بتذاكر من ورق الكورسات تبص على حاجة تانية معاه، زي كتاب بتاع الدكتور او الشرح بتاع المعيد او الدكتور، تتأكد ان الدكتور ماشي بنفس طريقة الحل بتاعت المعيد، لان احيانا الدكتور بينقي طريقة والمعيد بينقي طريقة، وفي الحالة دي الدكتور بيتضايق جدا من انك بتحل بطريقة مخالفة لطريقته. احضر للدكتور والمعيد المفيد اولا، ما تحطش الغياب اهم اولوياتك، يعني في دكاترة بتاخد غياب وبكل حضور لها ملوش اي لازمة، وفي دكتور تاني بيدي نفس المادة ودكتور شاطر وكويس، انت ادي اولويه للدكتور الشاطر على الدكتور بتاع الغياب، بس مش معنى كده انك ما تهملش موضوع الغياب خالص. 10، الرسم لغه المهندس، ارسم كتير تتكلم هندسه كويس. الناس اللي بتخش الكليه وبتقول في اعدادي احنا ما بنعرفش نرسم ونكره الرسم، لا، لازم تحب الرسم، والرسم حاجه سهله وبسيطه، محتاجه بس شويه ممارسه ومحتاجه شويه تخيل. 11، اشرح لاصحابك اللي تعرفه عشان يثبت في دماغك، وخليهم يشرحوا لك اللي هم يعرفوه. دي نقطة مهمة جدا، ان انت تشيل من نفسك حتة الغيرة او حتة المقارنة بناس تانية او الكلام ده، انت تفهم ان انت لما بتشرح لحد زي ما انت بتخدمه انت بتخدم نفسك، لان الشرح في الحالة دي بيثبت وبيبان النقط اللي انت فاهمها كويس والنقط اللي انت ما انتش فاهمها قوي بتبان ليك.
وهو بيسألك أسئلة بتثبت المعلومة في دماغك أكتر، فإنك تشرح لحد حاجة بتفيدك زي ما بتفيده. ذاكر حلول امتحانات آخر 3 سنين قبل الامتحان على طول، لازم يبقى معاك امتحانات 3 سنين أخرى وتبص فيهم وذاكرهم كويس، لأن هما بيجي منهم جزء كبير من الامتحان. 13 75% من الامتحان هو الأمثلة المحلولة في كتاب الدكتور مع مسائل الشيت، فلازم تركز على الأمثلة المحلولة وتراجعها كويس للامتحان وتبص في الشيت اللي انت حليته على مدار السنة. 14 اي نعم بنات اداب بيحبوا المهندسين، بس انت مش هتبقى مهندس اساسا لو فضلت وراه. طبعا في علاقة غريبة بين المهندسين وبين بنات اداب، فنصيحة انك تركز في الدراسة، ما تخليش حاجات تانية جانبية في الجامعة تاخدك من الدراسة، ان في الاخر بتلاقي عليك تراكمات كبيرة وانت موجود في لجنة الامتحان لوحدك. 15 النصيحة الأخيرة، صلي وقرب من ربنا، هتعدي عليك أيام تحتاج تدعيه ومش هتلاقي عمل صالح تتوسل بيه. وبكده أكون أوجزت في حوالي 15 نصيحة، أهم الملاحظات أو النصايح اللي ممكن الطالب وهو خارج من ثانوية عامة وداخل كلية هندسة محتاج إن هو يحطها في دماغه ومحتاج إن هو يركز عليها. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.